الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الصدق قبل الرد، يعني كما قلت، حتى يعني ما يقبلها يقول ما أحتاجها، فما يقبلها فيردها، هذا معنى قبل الرد. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم إياس من ثقات الأزباتر أو له الجماعة، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا معاذ بن خالد وهو من الثقات، قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، ويقول الرجل: لو جئت بها أمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حدث لي بها. كل ذلك في زمان قريب من الساعة، وهو الزمان الذي يفيض فيه المال بعد انتشار العدل بالمهدي وعيسى عليه السلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع من سقاط الأزبات، قال روى أخبارنا شعيب، وهذه سلسلة معروفة. قال حدثنا أبو الزناد زكوان من سقاط الأزبات عن عبد الرحمن بن هرمز، نعم، الأعرج، وهو من ثقات الأزبات، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، يسر الله عليك أمرك أهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل، يعني يصيب الهم والغم، من يقبل صدقته حتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، ما في لي يعني شهوة فيه ولا لي حاجة إليه. وفي روايتنا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان، طب أسئلة المكسر إن شاء الله بعد هذا الدرس، فجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان أو ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ثم قال: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يرد فبكلمة طيبة. وفي رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. سبحان ربي العظيم. في قوله الصدقة قبل الرد، كما قلنا، التبويب هنا منتزع من الأحاديث التي جاءت في آخر الزمان، بأنه يمر بصدقته على الفقراء فيقول له: لا أرب لي، لا حدث لي فيها، لو جئتني أمس لكنت قد أخذتها منك. وهذا في زمان يفيض فيه المال، كما قلنا، زمان المهدي وعيسى بن مريم عليه السلام. وفيها هنا المسألة طبعا فيها شيء مشكل، وهو بأنه وإن ذهب بصدقته لأحد يقبلها فإنه يؤجر، وإن لم يأخذ أحد صدقته. قلنا: وإن كان يؤجر حقا بصدق نيته، لكنه لا يأخذ ثواب المباشرة، وثواب المباشرة من استفاد بهذا المال ومكن لهم لرفع الحاجة عنه، هذا من أعظم مضاعفة الأجور عند الله جل في علاه. وإلا فإنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، نعم المال الصالح رجل صالح. قال الرجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا أربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة، سلط على المال الحكمة فهو يصل في رحمه، يعرف ربه حقه، ويعرف لربه حقه ويصل في رحمه، فهو يسق بالنفقة، فإن كان يذهب لينفق فلا يجد محلا للنفقة فهذا يديره، ولكن أجله يثبت كما قلنا دون المضاعفات والمباشرة لها ما لها من قوة الإيمان أيضا. وقد قال أبو هريرة: لا
تقوم الساعة حتى يكتب فيكم المال. ففي ظن حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرض يعرضه فيعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. شوف هنا أما يقول هذا كلام فيه نظر كبير، وهو أنه في آخر الزمان يكثر المال. لماذا؟ لأنه يحدث بعد ذلك بعد قتل الدجال ينتشر الوهام والسلام، حتى أنه الرومان تكفي قبيلة، وحتى أن الطفل الصغير يلعب بالأسد ويلعب بالحية. ففي الحث هنا على الصدقة قبل أن يصل إلى موعد أو توقيت لا تقبل منه الصدقة، فلا بد أن يسارع. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل المسارعة في الخيرات، فضل المسابقة فيها، مع أن الزكاة على الفور فهو أصالة بالتأخير يكون قد أثم، فيمكن أن يؤثر كما قلنا يعني يؤثر في نفقته أنه إذا تأخر لا يجد من يأخذها منه، وهي لا تسقط عنه بذلك، ويسأل بها عند ربه جل في علاه. وفيها زمان يأتي ويكسر فيه المال كما قلنا هو آخر الزمان. في قوله ولو بشق تمرة، يعني لابد أن تنجي نفسك، يعني فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فلم يجد فبكلمة طيبة. وهذا فيه حض واستنفار الهمم من أجل النفقة ولو بشق تمرة، لأنها عند الله تعالى يربيها لك كما يربي أحدكم فلوة، فيتصاعد وتكون كالجبل الأشم عند ربي جل في علاه. قال فإن لم يجد شق التمرة فبكلمة طيبة. وهذا أيضا أن لا يحقرن من المعروف شيئا ولو كانت بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة تكون من توفيق الله جل في علاه لينقذه الله من النار. طبعا في قوله يرى الرجل الواحد أتباعه 40، هذا في آخر الزمان لكثرة الحروب وكثرة القتال، فيقل الرجال وتكثر النساء، فالواحد يكون له 40 هو القيم عليهن. يمكن أن يقال هؤلاء الأقارب من المحارم والقرابات، وأيضا النساء الأربع، وأيضا الجواري التي يملكهن. هذا كله من أشراط الساعة ومن أعلام الساعة، ولذلك بعد قتل الدجال تتنزل البركة، لأنه ما يكون يصبح في أرض الإسلام يعني ما يكون فيها من كافر، وتتنزل البركات من السماء، وأن الناس في ذلك على قلة لا يدخلون شيئا. ولقرب الساعة قلت الرمانة، قشر الرمانة يظل عليها الجميع قبيلة بأكملها، والأطفال يلعبون بالأسد وبالحية، وتلقي الأرض أفلاذ كبدها، وما دفنته من ملوك الأعاجم تخرج وتكون ملكا لهؤلاء المسلمين الموحدين في زمان يعني قد ارتفع فيه كل شيء، والتوحيد هو النافع في هذا الباب. ثم لقفلنا أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وهذا فيه دلالة واضحة جدا في إثبات الله جل في علاه، وفيه إثبات أيضا الوقوف والمثول بين يدي الجبار ليس بينه وبينه ترجمان، وأن الله سيكلمه بصوت وحرف يسمعه ويعلمه، حتى يقول عبدي أذكر كذا ذنب كذا، وبعد ذلك يشار إلى الموضع السواد. إذا ظن رجل أنه قد هلك فيجعل الله تعالى في الذين لم يدخلوا الجنة إلا مترابطين، وهم 70,000، فيجعلوا منهم. وذلك قال أقفلنا أحدكم من أدن لا ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يعني الله تعالى يكلمه بصوت وحرف ويسمع صوته ويعلم ويعي ما يقول ربه سبحانه جل في علاه. فهو الرجل يقر بكل ما يقال له، فانظر أين منه فلا يجد إلا ما قدم، انظر أشبه منه فلا يجد إلا النار، حتى يرفع الله عنه هذه البلية. وفي قوله حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني أصابه الهم والغم، من الذي يقبل صدقته؟ لأن الكل ردها وقال لا أرب لي فيها، قال لو جئت أمس لكنت قد أخذتها، ويقول له لا أرب لي فيها، لا حاجة لي فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تسرع وتسارع في وضع الصدقة في موضعها لمن يحتاج حقا قبل أن لا ترد موضعا لها. قال لا أرب له لي فيها، وفيها أنهم كانوا يشكون إلى الشارع من عائلة وقطع طريق وغيره، يقول فيظهر أنشأ منه فلا يجد إلا ما قد ينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، ويؤتى بالنار لها 70,000 زمام، يؤتى بالنار فلها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، كل زمام يجره 70,000 ملك. وهذا كله يرده كما قلنا الصدقة
وإن لم يكن بشق تمرة فلتكن بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة، والإحسان والرفق واللين والبر في أحسن ما يكون من الكلام، يكون ناجيا لأصحابه يوم القيامة. عليكم السلام وبركاته. سوني هذا الدرس الثالث، يعني فاتك درسان كاملا، الفوائد المستنبطة، فضل المصارعة في الخيرات، وهذا من فعل النبلاء، فضل المصارعة في الخيرات وهذا فعل النبلاء. العدل بوتقة السعادة، العدل بوتقة السعادة. شوفوا انظروا هنا، عندما يعدلون فيأتي على المهدي يعدل، ويأتي عيسى ابن مريم عليه السلام فتفيض الأرض، تخرج كل بركته، والكنوز المدفونة تخرج من أجل هؤلاء. إثبات القول لله جل في علاه، والله يتكلم بصوت وحرف. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. البركة مع أهل التوحيد، البركة مع أهل التوحيد، لأنه بعد قتل الدجال يبقى الأمر ما فيه إلا المسلم الموحد، والتوحيد سبب للبركة والرزق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.